الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن. هاي بدها خياطة بقى مفكوكة. لا إذا ما إذا بدي أهملها بيكر كله. نطلع نخيطها برا مع ماما، نحكي لنا كلمتين على أبو رواق. يا بسم الله. بتعرفي ماما مشروط الإحرام من هون لقيته بده يطوي، بس هلا إذا بدي أهمله شو بده يصير؟ بزيد. لا بزيد و يعني راحت معي. لحالي. بدنا لحالي أول شيء بضبط بالغرفة والبيت وهيك. بعدين بساويها، بس لحالي هلا بدي أهمله إذا بدي أطول. أنا شعرتي. أنتي شعرتي. ايه ماما حكينا. ضعفانة يا حرام ماما. ايه ماما فاقة يا حرام من الصبح، الآن يوجعة يا حرام، مرشحة ومقربة. ايه والله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الله بيعافينا بيعافي كل مريض يا رب. لك عم بيصير معك كل يوم وجع راس يا حرام بعد العصر. بدها تروح على الدكتور هالاساس، رح يصير لها شهر ينزل على رقبتها، بس لا ضغطها بيطلع الحمد لله ضغطها منيح. ايه ماما ايه حكاك امبارح خاله قال لك انه امبارح حكالي بالسعودية انه يسأل رب. تعدي هون مشان مو طالع صوتك ماما حبيبتي، تعي قربي لعنا يا عمري. مشتاق لك ان انت لها على اساس بدها تطلع اليوم وتحكي. بس الله حرام ضعفانة ماما، ادعوا لها الله يعافيها. ادعوا لها بحاجة دعواتكم هلا ماما. هذا في حدا عنده هيك الحرام بيصير عنده هيك مثل عنا ولا بس نحن؟ لا اكيد عند العالم كله. لا ضل بروح بجي بخيط فيه احسن شيء نقيمه كلها. لا لا ليك يحيى قال لي لا. حكانا امبارح خالي والله قال لماما الا انه
بجوز من المميع توسع أوعية، المميع بيوسع الأوعية الكلوبيد. أيوة قريت تاخذ مميع لأنه ماما قريت عليه. شو قريت؟ مش بيعمل وجع راس الكلوبيد؟ ايه والله كانت حماتي تاخده الله يرحمه، كمان كان يجع راسه. هلا انا روحي على الدكتور عقوبه، صوري وحللي وخططي، بعدين بيقول لك ما طلعش، خلي هذا الدواء جربيه، بيناسبك ما بيناسبك مو مشكله، ناسب جسمك ما ناسبه مو مشكله، جربيه. والله يا دكتور ما زبط معي، خذي هذا كمان جربيه، بجوز هذا احسن منه. شركات بيقعدوا بيجربوا على هالعالم، الله يصلحهم يا رب. شركات دفعتها عنا وبتجي الورقه اللي عند الدكتور بيقراها وبيصف على وقتها، ما بيعرف شو كيف يعني الجسم عواقبها تجارب بتناسبه وما بتناسبه تجارب. الله يهديهم. لذلك كرهنا روحة الدكاتره والله كرهنا الاسعافات. الله هيك يبعد عنا والله كرهناها. الله لا يحجنا لطبيب ولا يسلط علينا الاطباء يا عمي. اللي صار في ما بدي يفتح علي باب دكاتره وباب حكمه، عم استنى الله يفرجها. سلامة قلبك يا عمري، بس لا لازم اخذك، نطمن ماما. ما في اطمئنان دكتور، ماما ما بيطمن لك، هو ما بيطمن بس يعني الافضل. والله عم بقنع انا ما عم ترضى، حجزت موعد عند دكتوره قلبيه داخليه، كل شيء يعني، هي طبيبه داخليه. طلعت مسكره يوم الاحد، مو موعد، هو على الدور قالوا لك ما اعطوكي رقمه. ايه؟ هم طلعت مسكره ام بطلنا الروحه كلها احد وثلاثه وخميس. إن لغينا الروح ولا هلا بقى ما في الا عم نمهيس. لا حول ولا قوة الا بالله. لا هلا مكمل معي القريب يعني الحمد لله. هلا كمل القريب معي يا حرام. اي والله. هلا ان شاء الله بيدعوا لك، ما بتعرفي الدعوة منين تجي يا ماما. يا رب. ما بتعرفي. جاء محمد هلا. مين بيكون رب العالمين، مين بيكون قريب لرب العالمين وبيدعي. يا رب. الله يشفي الجميع. يا رب. يا رب. يا جماعة نحن هلا بسوريا، اللي عم يسألني أنا من وين؟ أنا بسوريا حاليا بدمشق بالشام، اعذروني ما حقلكم وين ساكنة، يعني ما معلش ممكن تقدروا وضع يعني بهذا الجواب، يعني عفوني من الجواب إنه أنا وين سكني. شو عم تاكل يحيى؟ فلفلة. فلفلة. I see you. I see you. I see you. هاي الفلفلة منيحة فيتامين سي. كثير بحبها، أكثر من الفواكه ما شاء الله بياكلها. ناس الهرش فيها مبارح بالليل صوت فيها دالي وعم ياكلها. ماما عندنا بطاطا. ايه. رح اعمل. وعندنا بندورة. ايه. وعندي فلفلة. اه. فا ايه وعندنا بصل، عندنا كل شيء. اسمع عندنا لحمة، هلا شو رح نعمل؟ عندك ماما. امي؟ نعم. ايه ستي. كواج بلا لحمة اسمها. ايوه. كواج ايوه. كواج اسمها نحن ما بعرف انا بلا مطبقة. انا بلا مطبقه او هيك يعني. لا مطبقه تبع الباذنجان. ايه وبحب نحط الله ماجي للنكهه يعني. طيبه والله انا بحبها. الشتا هيك اكلات يعني خفيفه. ايه ظريفه وخفيفه وزيت زيتون يعني صحيه على فكره. تطبيق ما فيها شيء. ايه تطبيق وحتى ما بقلي البطاطا يعني كلها بحط بطاطا مع البندوره. ايه هلا رح ورجيكم كيف مع البندوره، واكله سريعه وسهله يعني ما وما غير مكلفة يعني. احنا سوريين هيك اخي شغالين، عجبكم ولا لا؟ قولوا لي اذا ما عجبكم يعني مشان اعرف يعني. يلا جيب بسكوت للولاد مع القهوة. مع القهوة. بس رح صور لهم يعني. ليل طويل وكهرباء مطفية. ليل طويل ورب كريم وكهرباء مطفية قلتك. والله وعم تخبر في لبدات عم تنطفى اللبدات عم نقعد على لكمة عم حقها يعني. اي والله ما عم تلحق تشحن. ما بتلحق تشحن البطارية. خليها لله الله الحمد لله رب العالمين، الله يطول الليل على مريض يا رب. تعال تعال. السلام عليكم. في عندك اقراص بحليب صح؟ لا هدول تبع اليان، مو هي اللي فيها يانسو؟ هنا بيقولوا لها اقراص بحليب. ليجا ما هيك ما هيك اطلق عليها عنا ما بعرف. ايه قد ايه الكيلو تبعه؟ 23000. اذا بدي احط بدي اخذ ب 10000 بيطلعوا يعني منها كم وحده؟ وحده ب 1000. هذا معود فريز وهذا معود مشمش. مو هذا قد ايه الكيلو تبعه بيتي فور؟ معناتها حط لي من هذا. استنى لشوف شو حط، والله ما عاد عارف.
عشرة من هاد وعشرة من هاد بيصير؟ شو ماما؟ لا الله يوفقك كل شيء لحالك. بس شكل لي يعني بين الفريز والمشمش، عرفتي شلون؟ هي قراصة بحليب كانت الله يرحمها تيتي ستي يعني اما لماما تعملنا اياها، فهي ما تحبها طريات يبسها وناكلها مع الشاي تقرمشها الله يرحمها رحمة الله عليها. قلت لها قراصة بحليب، هو الزلمة قال لي لا ما بدي لها قراصة بحليب كليجة، بس ستي هيك الله يرحمها كادت قلنا عليها يعني. فهلا اشتريت منها، لقيت منها بعند هذا الفرن كثير طيبة تبارك الله، بس يعني في نسمة باردة. قلت لأطلع شوي بهالهواء الطلق. تعي يحيى شوفوا الجو ما أحلى لحالي، اسمه الجو صاحي بطلع هالولد شمومه الهواء شوي. شوفوا القراصة بتاعك ورجيكم إياها، كليجة إنه بيقولوا لك كليجة بس نحن بنقول لها قراصة بتاعك. تعرفين جبت كمان بيتي فور، عطيك بيتي فور، بيتي فور ب هذا، هاتوا 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 الكيس فريز ومعود مربى، يعني مربى المشمش مربى الفريز. اعطيك وحده يعني سلم سلم عليهم، قول باي يحيى، قول باي باي يا قلبي. يلا رح اعطيك يلا. دفعنا 30,000 يا جماعة، لا أكلنا ولا شربنا، رفاهية يعني. شوية بيتي فور، شوية بسكوت، وبعشرة آلاف بزر، كيلو البزر بثلاثين كما سمعتوا، جبنا بعشرة آلاف يعني إن شاء الله ما جاء على بالها. يعني أسعار حلوة. الله يعيننا على الحياة يا رب يفرج الله، والله يعني اللي ما معه. فهلا اللي صار إنه لسه لا طبخنا ولا جبنا دواء ولا تحكمنا، الله يحجنا طبعا للحكمة يا رب، ولا صلت علينا الأطباء بجاه سيدنا محمد يا رب العالمين، ولا إنه رحنا سيران ولا مشوار ولا رحنا على ملاهي ولا رحنا على مطعم. 30,000 من هيك من تفتحة عيون يعني، ولسه مصروف الأولاد ومدارسهم الحمد لله الحمد لله والشكر لله على الصحة والعافية. يعني المواطن السوري ما بيقدر يجيب الكيلات، إذا بده يجيب الكيلات بيكون راتبه مليونين ليرة يعني حتى يقدر يغطي يعني هالمصاريف. بجيب هيك ايش شهوته يعني، بتجيب مثلا ست السورية بتنزل بتجيب مثلا بالقطعة هيك حتى ما الأولاد يشتروا شيء يعني. مو الكل بصراحة، في منهم لا غينا من زمان من قائمتهم هي القصص، البيتي فور، البسكويت، البزر، هي النقرشات نحن بنعتبرها رفاهية. بغدوة هي مو رفاهية، هي أساسيات نحن عندنا كماليات ورفاهية بصراحة. فما بعرف يعني الله أعلم، إن شاء الله ما يعملوا عليها ضريبة. يعني أنا عم بحكي لكم هذا الحكي عم حطكم بالصورة يعني حتى إنه تكون عندكم يعني انه كيف الست السورية عايشة يعني مو اكتر. في حدا عم يصفي ما بعرف اذا لقيلي. عندي بطاطا انا من الاساس، وبندورة عندي بندورة، وعندي فلافلة، عندي قرنين فلافلة، قرنين فلافلة، القرن يعني حبة. انا بصراحة ما بعرف اشتغل اذا كان الغاز وصل، فعلي بن وقهوة من الصبح، البن كله عم يحبون مطفطف على الغاز. تعرفوا جاي يا جماعة الصبح كان الجو بياخد العقل، حرفياً بياخد العقل. ايه والله يعني صورت لكم انا وجهتكم كيف هلأ سبحان الله قلب الطقس قلب عم تنزل مطر. ايه والله بسم الله الرحمن الرحيم. لانه ما بعرف
اشتغل هيك انا، يعني لازم يكون شوية ترتيب ونظافة. وجيكم البن شلون؟ شوفوا البن. يلا قومي تشجعي تنشطي، ساوي بيتك وساوي قهوة روقي. يلا قومي شو عم تستني تشجعي. الله يسعدكم يا رب، يسعد لي إلكم، يخلي لي اياكم، يخلي لي تعليقاتكم الحلوة، انتوا عن جد ناس أكابر. اسمعوا صوتها من الشباك من هون. سمعاني؟ بسم الله يا هيك ما بدي اياها ناعمه. لا لا ما في شيء، ما في شيء من البصل. هلا حتى البندوره انا بعملها ترنشات، احنا بنقولها ترنشات يعني دوائر هيك، عرفتوا كيف؟ ومنطبقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بندورة هلا هي ماجي، حتى في انا عامله فيديو هالساعة قبل هالمره، عرفتوا؟ اذا بدكم طريقتها بتساويكم اياها ان شاء الله بفيديو ثاني. وهي الثوم على وشها صحيح، يعطيها الثوم طعمه روعه ولا احلى ولا اروع. هاي رشة ملح، إذا بدك بقى تحطي بهارات، إذا بدك بقى تحطي فلفل، شطة، حار، شو ما بدك فيكي تحطي لها يعني، هي مع الحار بتطلع أطيب، بس أنا كونه مشان ولادي يعني ما بحسن أحط لها حار، حتى زوجي ما بحب الحار كثير مشان حلقه وصدره. هلا حتى ولو الصراحة أنا يعني ما بحبها مطبقة هيك تطوي، بحبها عشوائية، يعني شلون ما حطيت الخبزة أكلت يطلع لي بندورة وفليكلة وثوم وبصل وبطاطا، عرفتوا؟ أما المطبقة بتحسيان سبحان الله يعني ما بتقبلي عليها مثل الوقت اللي بتكون هيك عشوائية، عرفتي؟ أنا هي طريقتي، تحبي أنت تعمليها مطبقة اعمليها. في ناس بيحطوا لها لحمة ناعمة بدعبلوها بتصير مثل الكرات يعني، بيقولوا لها لحمة مدللة، نحن بنقول لها مدللة عنا بالشام. أو مثلا لحمة ناعمة هيك فرط على وشها، يعني شلون ما بدك بتصير هيك وبتصير هيك، وفي ناس بيعملوها هيك بس خضار بلا لحمة، هي هيك بتصير اقتصادية لحالته المادية مثلا على قد ما معه حق لحمة، منيحة ظريفة ومفيدة ومغذية بإذن الله مع زيت زيتون، عرفتوا كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
بابا.